ده اللعيبه اللي دايما بتكون عارفه قيمه الصحافه والاعلام. زمايلنا الصحفيين بيشتكوا ان في منطقه الميكس زون مفيش ولا لاعب من منتخب مصر بيروح يسجل مع اللعيبه. زي ما بقول لحضراتكم منطقه الميكس زون اللي اللجنه المنظمه عملتها، واعتقد ان هي الميكس زون دي موجوده في اي حته في العالم. الميكس زون دي منطقه بيبقى موجود فيها بيختلط الصحفيون والاعلاميون باللاعبون الفريقين، منطقه بيعدي فيها لعيبه المنتخب مصر مثلا ومنتخب الكونغو. كابتن محمد صلاح ما بيسجلش مع حد خالص، يعني صحفيين، يعني صحفيين مصر وصحفيين بلادنا المحترمه وصحفيين ناس ليها كل الاحترام والتقدير، كابتن محمد صلاح ما بيسجلش مع حد خالص. محدش طيب. طيب هنروح لمكالمه مهمه ايضا عشان نتكلم على منتخب الجزائر مع واحد من نجوم التدريب واللي ضرب منتخب الجزائر عام 2006 وهو المدير الفني جان ميشيل كافالي. مستر جان، ويلكم اون الاهلي شانل اند اتس اور بليجر تو هافينج يو. هلو ايفريثينج. Mr. Jan, of course, at the beginning, I want to know your opinion about the CAN 2019. Yes. What's your opinion about the tournament itself? Sorry, I don't understand everything. I want to know your opinion about the African Cup of Nations 2019 in general, about everything, the national teams, the 24 teams. Yes, yes, the national team of Algeria. Mr. Jan, okay, tell me about the Algerian team and your opinion about the performance of the Algerian team also. Sorry, the communication is not very good. Very okay, good. Okay, we will try. Too much busy. So we will try to call you again. We will try to call you again. معلش هنحاول نكلم مستر جان ميشيل كافالي مره ثانيه عشان واضح ان بيقول في مشكله في الاتصال ومش سامع كويس. سالته في الاول رايك في بطوله امم افريقيا بشكل عام، ما سمعش كويس، وبعد كده قلت له ثاني قال لي قصدك منتخب الجزائر، فرجعت ثاني قلت له منتخب الجزائر، قال لي مش سامع حاجه خالص. طيب هنرجع له ثاني ان شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم كابتن محمد صلاح مش بيسجل مع اي حد ولا بيقف يتكلم مع الساده الصحفيين خالص. نادرا لما بنلاقي حد موجود، فرجاء من لاعبي منتخب مصر دول صحفيين مصريين بيعملوا شغلهم، يا ريت حضراتكم تقفوا بس وتقولوا لهم كلمتين علشان ده شغل وعلشان خاطر هي مش يعني مش حاجه زياده حضراتكم بتعملوها، لا ده حاجه يعني هو حق كل صحفي وحق كل اعلامي ان هو معاه تصريح باس كاحد المصارحين بيه ان هو يكون موجود في منطقه الميكس زون وان هو ياخد كلام من حضرتك سواء لاعب او مدرب بعد المباراه. معلش مع احترامي لحضراتكم، حكيم زياشي بيتكلم، رياض محرز بيتكلم، ساديو ماني بيتكلم، كلهم بيتكلموا، ما فيش واحد في منتخب، كلهم نجوم، ما حدش فيهم ما اتكلمش او ما سجلش مع لعيبه او مع صحفيين واعلاميين منتخب مصر او صحفيين مصريين بشكل عام، اسف. فعشان كده بقول لحضراتكم رجاء. طيب نرجع تاني لجان ميشيل كافالي. مستر جان، ويلكم اجين اون الاهلي شانل. ناو اتس بيتر ان ذا كونكشنز اور اتس ستيل نوت جود؟ Yes, yes, now it's better. Okay, of course, I want to know your opinion at the beginning of the performance of the Algerian national team. Yes, the performance is very, very, very good. Very good, very well. But now it's in the eighth final of tournament. Is not very, very, very good, very well pressured. Mm. And the performance for the Senegal is very, very. Mm. Hello? Oui. Hello? Yes, yes. Do you understand? Yes, yes, of course, of course. طيب انا I will translate and then I'll be back to you. سألته في البداية عن رأيه في منتخب الجزائر، قال لي منتخب الجزائر بيأدي بطولة جيدة، قدم مباراة قوية أمام المنتخب السنغالي، وبالتالي يعني هسأله على تطور المنتخب الجزائري وهسأله على فرص وحظوظ المنتخب الجزائري في الفترات القادمة. مستر جان، do you think that the Algerian national team can go to the semi-final and go to the final and win the African Cup of Nations or there are another national teams can be a good opponent to the Algerian national team? But for me, the Algerian national and Egypt is for me the two team. It wins this tournament.
اوكي طيب انا سالته على حظوظ المنتخب الجزائري، هل المنتخب الجزائري يقدر يصعد الى المباراه قبل النهائيه والمباراه النهائيه ويقدر يفوز بالبطوله، ولا ممكن يلاقي عقبات ومنتخبات قويه تقدر تقصي المنتخب الجزائري؟ قال ان هو بالنسبه له منتخب الجزائر ومنتخب مصر هما المنتخبين المرشحين ان هم يكونوا موجودين في النهائي. مستر جان، ار يو فولوينج ذا ايجيبشن ناشونال تيم ان ذا كان؟ يس اوف كورس. I want to know your opinion about their performance also. Hello? Hello, I want to know, Hello? Mr. Jan, I want to know your opinion about the Egyptian national team also. Ah, yes, the national team, for me, it's the best final, it's Algeria, Algeria, and Egypt. For me, it's the best final with the tournament. Okay. Mr. Jan, number one. Mr. Jan, thank you so much for being with us on the Ahli channel, and we hope for you success with مولدية وهران الجزائري. طبعا واضح ان هو يعني الانجليش بتاعه يعني على قده، لكن هو طبعا مدرب كبير ومدرب حالي لمولوديه وهران الجزائري، حاولنا على قد ما نقدر ناخد منه الاجابات، لكن واضح ان الانجليش عنده مش قوي قوي والفرنساوي اكيد اقوى. لكن جان ميشيل كافالي بالمناسبه عشان ده حضراتكم تكونوا عارفين ضرب منتخب الجزائر عام 2006، ضرب في الدوري السعودي والمصري مع اتحاد السكندري، والدوري الفرنسي مع ليل الفرنسي، والدوري السوداني مع الهلال، والدوري اليوناني، والدوري الايطالي، والدوري المغربي. هو حاليا المدير الفني لنادي مولوديه وهران الجزائري. ارجع لحضراتكم تاني على الاخبار ونكمل مع الاخبار. ورسميا اصابه